محافظة الأقصر بتشهد النهاردة زيارة مسؤولي وزارة الآثار والعالم الأثري الشهير زاهي حواس، وده لمتابعة العمل للبعثات الأثرية اللي بدأت عملها رسمياً في الموسم الشتوي بمحافظة الأقصر، والإعلان عن كشف أثري جديد في منطقتي وادي الملوك ووادي القرود غرب الأقصر. من المقرر أنه يستعرض حواس خلال زيارته نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية واللي بتعمل في منطقة الوادي الغربي والمعروف باسم وادي القرود، وكمان بتعمل في منطقة وادي الملوك واللي بتضم عشرات من مقابر ملوك مصر القديمة. طيب، لتفاصيل أكتر عن الاكتشافات الجديدة بمنطقتي وادي الملوك ووادي القرود معانا هاتفيا الأستاذ بسام الشماع، الباحث في علم المصريات. أهلا بك أستاذ بسام وصباح الفل. صباح الخير وصباح الاكتشافات ومصر التي تبهر العالم. هي دايما، يمكن حضرتك دايما بتقول هذه الكلمة في كل لقاء بيجمعنا أو حتى في كل اتصال احنا بنجري مع حضرتك. طبعا دي امور كلها واضحه للعيان، كل يوم في جديد وكل يوم في اكتشافات، والاكتشافات دي احنا بندور من وراها على بعض اسرار اجدادنا الفراعنه. الاكتشافات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي في وادي الملوك ووادي القرود، عايز اعرف من حضرتك ممكن تكون ايه مردودها على المستوى السياحي والاثري في الايام القادمه ان شاء الله. نهر النيل العظيم بيقسم مدينة الأقصر إلى قسمين، البر الشرقي وده اللي كلكم عارفينه، في معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر وكثير من السياحة والفنادق والأسواق الجميلة وآثار أخرى، والبر الغربي وده به العديد جدا من الآثار زي معبد الرمسيوم وزي تمثالي ممنون اللي هم بتوع الملك أمنحتب الثالث اللي بالمناسبة مقبرته موجودة في وادي القرود اللي هشرح لكم ليه تسمى التسمية ديت في خلال ثواني. يوجد أيضا الدير البحري الحاتشبسوت، وادي الملوك، وادي الملكات، وادي النبلاء، وادي العمال. تخيلوا في وادي للعمال في منتهى الأهمية. إذن العمال كان لهم باع كبير في مصر القديمة وهم اللي كانوا مسؤولين عن هذا الفن وهذا النحت وهذا البناء وهذه الحضارة المعمارية الكبيرة، فده برضو جدير بأن احنا نذكره. وبعدين عندنا الواديين المشهورين، وادي الملوك وده اللي حضرتك ذكرته، وده اللي فيه مقابر زي توت عنخ إيمن، مقبرة رقم 62 اللي تم اكتشافها 1922. وأنا ابتديت بالمقبرة ديت لأن كلنا اليوم في انتظار الإعلان عن أثر أو أثرين أو أكثر أو نتائج البعثات التنقيبية، وربما يتكلم البحث، أنا بقول بتمنى كمان بقى مش ربما بس أتمنى، إن هو يكون بيتكلم عن مقبرة زوجة توت عنخ إيمن. توت عنخ إيمن معروف إن هو الملك الذهبي، لأن في مقبرته تم اكتشاف 5398 قطعة أثرية، رغم أن مقبرته مقبرة رقم 62 من المقابر الصغيرة في وادي الملوك اللي هو المشهور اللي هو الشرقي. فلو كان البحث عن زوجة الملك توت عنخ إيمن ومقبرتها ربما تكون في وادي القرود اللي هو وادي ملوك برضو، يعني ممكن نقول وادي الملوك الجزء الأول والجزء الثاني، الاثنين مش بعاد عن بعض قوي، لكن وادي القرود اللي هو برضو مكان للدفن لمقابر الملوك محاط من ثلاث أماكن وثلاث اتجاهات بجبال، وكان المصري القديم بيبحث تملي على الحماية الطبيعية، يعني أحط مقبرتي في حتة تكون محمية طبيعياً. طبعاً إزاي؟ إن أنت حضرتك لما بتخش وادي القرود أو بتخش وادي الملوك بتلاقيه محمي من ثلاث جوانب بجبال شاهقة، فبالتالي دي حماية بالنسبة له. جفاف دي نمرة 2، لازم المكان يبقى جاف علشان المومياء والآثار تعيش بعيداً عن المياه أو المياه الجوفية. كل هذه صفات متواجدة في وادي القرود اللي أطلق عليه وادي القرود لأن في مقبرة لكاهن حكم مصر اسمه إي، وده ممكن يذكر اسمه النهاردة في الإعلانات الأثرية. إي دوت بيطلق عليه آي الآن، هذا كان حكم مصر. وبالتالي السؤال، هل مقبرة إي اللي مكتشفة أوريدي واللي عليها بالفعل واللي عليها نقوش لعدد من القرود القرد، يعني هي دي لها مدلولات يا أستاذ بسام؟ أيوة فندم، القرد أو البابون أو قرد النوع البابون في مصر القديمة كان له علاقة بالوقت، بالزمن، بالحياة الأخرى، بالحكمة، بالشمس،
شوف كل دي علاقات كتير. رمزية طقسية تخيلوا علاقات طقسية، وكان هناك العديد من قرود البابون في مصر القديمة، وكان أيضا قد درب المصري القديم القرود على الإمساك باللصوص، يعني كان بيدرب الحيوان الجميل ده اللي هو قرد البابون والقرود على ان هم يمسكوا يحموا ويمسكوا اللصوص اللي بتسرق. عندنا منظر شهير جدا بقرد يمسك رجل شاب بيحاول يسرق حاجه من السوق، وايضا هو موجود في المقابر بتاعه توت عنخ امين وإي في وادي قرود، لانهم له علاقه بالزمن والوقت والحياه الاخرى والشمس زي ما اتفقنا، ومن هنا جاءت تسميه وادي القرود.